26-10 شوط واحد أول مرة. مرة. 5-4 3-2 أوكي. أستاذة حتى بتقول يا خلاص. أستاذ مصطفى هيقول. إزاي عمل كده؟ أكشن. إزاي عمل كده من ورانا؟ عاوزك تقابل مصطفى. ده أنا هبهدله. لا مش عاوزك تبهدله، عاوزك تضغط عليه. عاوز نعلن الجواز ده باسرع ما يمكن. وهعمل فرح كبير. وهعمل فرح مش كبير، وهعمل فرح عندي في البيت. وحازم العيله. عيله ايه؟ عيله من اخوك يا علي. عاوزين نعلن الجواز ده عشان الناس تعرف ان اختنا اتجوزت. اتجوزت؟ هتشيلي بقى اللي هتشيلي الدوت اتجوزت ليه بالصفحه اتجوزت؟ وفين كاتب الكتاب؟ ما عزمناهمش ليه في كاتب الكتاب؟ ما عزمناهمش ليه في كاتب الكتاب؟ دي قطعه اتجوزت؟ لا اله الا الله. عليا الكتاب اتكتب يا اختي واحنا بنحتفل بعد كده وعازمين الناس فيها ايه دي؟ خشي ايه ده؟ اتكلم فين؟ دخلنا هنا خشي صح كده صح ايه ده؟ مع دكتور عمر عايزك انا حظي حلو قوي بس يا رب هنا كده ازيك يا مدام عليا؟ ازيك حبيبتي اتفضلي هي اكيد لسه هي اكيد هناك اكيد بعدين بتفتكر هو علشان كل بني ادم عنده نقطه ضعف الحقيقه والشخصيات المسلسل تقريبا كل واحد عنده نقطه ضعف بس يمكن الحب هو نقطه الضعف اللي بينا يعني لما بنحب فيعني صحيح ان الحب يعني شعور نبيل وعاطفه رائعه وكل حاجه بس لما احنا بنحب سواء حبينا حبيبه ولا ابن ولا زوجه ولا عاده معينه ولا هوايه معينه ولا فكره معينه فبنصير ضعاف قدامها فالمسلسل يعني مسلسل اجتماعي انساني عاطفي كده فبتناول الجانب ده في حياه البشر. طبعا انتوا شرفتونا النهارده، احنا النهارده خلاص اخر يوم تصوير لينا بعد مشوار شهور وكل املنا يا رب ان شاء الله انه المسلسل ينال اعجاب الجميع والساده المشاهدين في كل العالم العربي بما انه ما شاء الله يعني المسلسل متوزع على كذا قناه مصريه وعربيه. فاحنا اجتهدنا وصورنا مسلسل دراما اجتماعيه رومانسيه جميله جدا وان شاء الله نلاقي استحسان وعلى قد التعب اللي انتم شفتوه احنا في الظروف دي حر بقى وصيف ولابسين شتوي وكل يعني ان شاء الله على قد التعب ده وعلى قد المحبه اللي موجوده برده في موقع التصوير شفتي المحبه بانت معانا دلوقتي ان شاء الله كل ده يبان على الشاشه باذن الله. انا بعمل شخصيه مصطفى احنا عيله اللي هو الأستاذ جمال سليمان هما ثلاث إخوات الأستاذ جمال سليمان والأستاذة روجينا والأخت الكبرى الأستاذة هالة فاخر اللي هي مراتي الشخصيات دي كلها كل واحد ليه نقطة ضعف في حياته فكل واحد بيلعب على نقطة ضعفه دهية ومدى اللي هقول إيه يعني اللي هو مدى اللي يقدر يتحمله الإنسان بسبب نقطة الضعف دي يعني مش عايز أقول على الشخصيات عشان برضو هتفضل مفاجأة للناس بس كل واحد لينا في ممكن شخص ممكن موقف في الحياة ممكن حاجة هي اللي بتبقى نقطة ضعفه وبيعيش عمره كله مش قادر يتخلص منها وفي نفس الوقت تعبان من ان هو ان دي هي دي نقطة الضعف بتاعته قبل اليوم كان ليها السبق انها تكون موجودة معنا في اخر يوم تصوير ويحضروا اخر مشهد وكل عمل وانتم بخير ويا رب ربنا يكلل مجهودنا ده بالنجاح والناس يعجبها المسلسل على الرغم طبعا من الحزن اللي مالينا كلنا مالي كل افراد فريق العمل اللي شغال بقالنا اسبوع شغالين في ظروف صعبه جدا بنواجه مشاكل كبيره جدا عشان نقدر نيجي التصوير عشان نقدر نصور عايز اقول لك ان انا ببقى قاعد بشتغل ما بين المشهد والمشهد انا فاتح التلفزيون او ببص على الايباد بشوف الاخبار او بتابع من خلال الانترنت من التليفون الحياه صعبه جدا والموقف صعب جدا ومتضايق جدا ويعني الحقيقه مش مركز في بالي
اسبوع او اسبوعين مش مركز في التصوير زي ما كنت مركز في الاول. مش عارف اوصف لك الاحساس اللي جوايا. دايما كان بيبقى اخر يوم تصوير ده الواحد بيبقى فرحان ومبسوط وكده وان انتهى التصوير. لكن اللي حصل امبارح واللي حصل الفتره اللي فاتت ديت تعبني جدا ومضايقني جدا ومأثر عليا جدا ومأثر على الشغل جدا. ومش عارف يعني ليه ده بيحصل، ليه بنعمل في بعض كده.